بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثي في هذه الحلقة سيكون إن شاء الله حول موضوع السفر. موضوع بسيط، السفر. السفر هو واحد من الأرقام المعروفة التي نستخدمها في عالمنا اليوم. الأرقام نستخدمها في معاملاتنا البسيطة اليومية، كما تستخدمها الشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات المالية في معاملاتها الحسابية المعقدة. هذه الأرقام تدخل في الكثير من أجهزتنا وآلاتنا. هذه الأرقام ومعها الصفر، من المعروف أن أوروبا قد أخذتها وتعلمتها من الحضارة الإسلامية، وهذا عن طريق طلبتها أو علمائها الذين درسوا في الأندلس ودرسوا في بجاية. ومن بين هؤلاء العالم الإيطالي ليوناردو فيبوناشي الذي درس في بجاية الرياضيات ودرس الأرقام ومعها الصفر، وهو الذي نقلها إيطاليا ومن إيطاليا انتقلت إلى بلدان أخرى في أوروبا وإلى العالم بعد ذلك. ومما يؤكد هذا، أي انتقال هذه الأرقام إلى أوروبا، أن رقم الصفر ما يزال اسمه في لغات كثيرة في أوروبا هو اسم مشتق من الصفر، فهو تحريف فقط لكلمة الصفر. وهذا ما تؤكده المؤرخة الألمانية المستشرقة الألمانية زيغريد هونك في كتابها شمس الله تسطع على الغرب. طبعا هذا أمر معروف، ومن المعروف أيضا أن هذه الأرقام قد أخذها المسلمون من الحضارة الهندية، لكن هذه الأرقام لم تكن كما هي الآن. لذلك فإن المسلمين هم الذين هذبوا هذه الأرقام وطوروها وأضافوا إليها الصفر، أضافوا إليها الصفر. هذا الصفر الذي سيفتح بابا واسعا لتقدم الرياضيات. وطبعا العلماء يدركون ويعلمون جيدا قيمة الصفر وأهميته، وكيف أحدث ثورة في هذا العلم. وهم يقولون لولا هذا الصفر لما تطور علم الرياضيات. نعم، بل هم يشيدون أيضا بمبتكر هذا الصفر، ويقولون إن الذي ابتكر الصفر هو عبقري فعلا، لأنه فكر في ابتكار شيء يدل على لا شيء. هذا بالنسبة للعلماء. والعقلاء أيضا يدركون أهمية وقيمة الصفر، فالعدد حين نضيف له صفر على يمينه فهذا معناه يتضاعف ثلاث أو عفوا 10 مرات. لذلك مثلا نقول واحد، في فرق بين واحد وعشرة، فالعشرة هو 10 مرات الواحد، والمئة هي 10 مرات العشرة، والألف هي 10 مرات المئة، والفرق بين هذه الأرقام هو الصفر. إذا العلماء والعقلاء يتفقون على أهمية الصفر وقيمة الصفر ويقدرون مبتكر الصفر. لكن للأسف هناك أناس لا يدركون هذه القيمة. لذلك عندما يذكر هذا الابتكار كثيرا ما يكون تعليقهم هو باختصار أن هؤلاء الذين ابتكروا الصفر وهم علماء المسلمين أو العرب ابتكروا الصفر فبقوا في الصفر. فهل هذا صحيح؟ أقول وأصحح هنا، إن الذين ابتكروا الصفر لم يبقوا في الصفر، وإنما أنشأوا حضارة هي من أعظم الحضارات في التاريخ، وهي الحضارة الإسلامية، وهذا بشهادة الكثير من الباحثين والمؤرخين الغربيين المنصفين. وأذكر هنا على سبيل المثال من جنسيات مختلفة، في جوستاف لوبون مثلا، هذا فرنسي
صاحب كتاب حضارة العرب La civilisation des Arabes. حضارة العرب وهو مترجم. هذا فرنسي. في مثلا زيغريد هونك التي ذكرناها في كتابها شمس الله تسطع على الغرب. كتابها من أوله إلى آخره كله إشادة بالحضارة الإسلامية وبإنجازاتها وبدورها في النهضة الأوروبية الحديثة. نذكر على سبيل المثال أيضا المؤرخ الأمريكي جورج سارتون. جورج سارتون هذا له جنسية أمريكية وهو من أصل بلجيكي. له كتاب، كتب كتاب اسمه تاريخ العلوم أو تاريخ العلم من عدة أجزاء. فكتب هذا الكتاب وقد تجاهل فيه إنجازات المسلمين في مجال العلوم، فتكلم عن الإنجازات القديمة، إنجازات العلوم عند اليونان وعند الرومان في القديم، ثم قفز مباشرة إلى عصر النهضة في أوروبا، واعتبر العصور الوسطى هي عصور مظلمة لا إنجازات علمية فيها. لكن في الواقع، في الحقيقة، أن هذه العصور كانت مظلمة وكانت خالية من الإنجازات العلمية، هذا في أوروبا. أما في العالم الإسلامي فشيء آخر. جورج سارتون هذا بعد ذلك اكتشف الحضارة الإسلامية ودورهم في النهضة الأوروبية، لذلك اضطر بعد ذلك إلى كتابة كتاب أسماه مقدمة في تاريخ العلوم. عاد فيه إلى الحضارة الإسلامية وتكلم فيه مطولا عن إنجازات المسلمين في مجال العلوم. إذن قلت الذين ابتكروا الصفر لم يبقوا في الصفر، إنما أنشأوا حضارة عظيمة. أما الذين بقوا في الصفر فيمكن القول هم أحفادهم الذين لم يقتفوا أثر أجدادهم، والذين لم يعرفوا قيمة حضارة أجدادهم ولم يبتكروا شيئا كما ابتكر أجدادهم. نعم، وإذا أردنا أن نمثل الفرق بين الأجداد والأحفاد للأسف فيمكن أن نمثل بالأرقام ونمثل بالصفر. فإذا كان أجدادنا أصفارا فقد كانوا أصفارا على يمين العدد، أما نحن الآن فيمكن القول أننا أصفار لكن على يسار العدد، وشتان بين هذه الأصفار وتلك. نعم، في الأخير يمكن أن أورد قصة طريفة وهي تتعلق بالأرقام، وأوردها الخوارزمي. الخوارزمي هذا هو من كبار علماء الرياضيات، ويقال أنه طبعا مسلمين، وهو من أصول آسيوية، من خوارزم في بلاد آسيا. طبعا كان مسلما وكان عالما كبيرا في الرياضيات، وهو الذي ابتكر الصفر هكذا يقال. ومن مبتكراته أيضا في مجال الرياضيات علم الجبر، وعلم الجبر ما زال حتى الآن يحمل في اللغات الأجنبية نفس التسمية. نعم، قلت إذن الخوارزمي هذا يضرب مثالا بهذه الأرقام، فيقول إن الإنسان إذا كان ذا أخلاق فهو يساوي واحد، وإذا كان ذا جمال أيضا فأضف له الصفر على اليمين فيصبح عشرة، وإذا كان ذا مال فأضف له الصفر فيصبح مئة، وإذا كان ذا حسب ونسب فأضف له الصفر فيصبح ألف، وهكذا. لكن إذا ذهب الواحد ذهبت الأخلاق ولم يبقى إلا الأصفار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.